فقناعتي تكفيني لك يقيني. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كاملة بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله راح نجد معكم بواكاسي، لا سوب تاع بواكاسي، حساء البواكاسي يجي فريمون بنين هايل، وان شاء الله ندير معكم كاع انواع كيفاش نطيب البواكاسي وكيفاش نتعامل معاه. واش نسحقوا لهذه الوصفه؟ انا عندي طل تاع بواكاسي نحيت منه كاس باش نوريكم برك هذه الكميه شحال تخرج. عندي يعني بصله كبيره، يعني البواكاسي تاعنا يحب البصل، لاباس ديالو بصل، معدنوس، ملح وفلفل كحل، بيان سور الزيت. وعندي هنا كميه صغيره تاع فيونداشي، دوك نوريكم كيفاش نديرها. اول حاجه نبدا بها نغسل مليح البواكاسي تاعي، نفكوها كامله ما بين يديا ونبدل له الماء باش يروح له النشا تاعو. راكم تشوفوا الماء البيض هذا اللي خرج منه. دو بريفيرونس هذه العمليه ديروها بكاش، يعني ربع ساعه ولا نص ساعه قبل ما نطيبوا البواكاسي تاعنا. شوفوا كي نحكوه ما بين يدينا كيفاش يطلق الماء تاعو، كيفاش يولي يسمى. اشاك فوا نعاودوا نفس الطريقه حتى الماء يخرج صافي. اول حاجه نديرها نحط الزيت تاعي، نديرو قيس واحد، نقولو واحد تلت مغارف هكاك تاع زيت. نحطو البصل، خلو البصل ديالنا يدبال، ديرولو طبعا شويه ملح وشويه فلفل كحل، ونروح نقطع المعدنوس تاعي. وهنايا في هذه المرحله ملاحظه فقط، البصل بيسك راح نديرو حساء تقدروا تقطعوه يعني كبير كبير، طرف كبار، ماشي بالشرط يسمى تسكرفجوه ولا ترحيوه بهذه الطريقه. انا برك يسمى خلاص درتو سون فير اتونسيون. هنايا نحط البواكاسي تاعي اللي غسلته قلت لكم بيان، هكذا، ونحط معاه الثاني المعدنوس. المعدنوس قطعته كيما راكم تشوفوا هكا كبير عشوائيا، يسمى ماشي درتو رقيق بس راح نرحي كلش. والبواكاسي البنه تاعو في البصل والمعدنوس، نخليهم شويه يتقلاو ومن بعد نمرق ونوريكم الكميه اللي راح نمرق بها. وهنايا في هذه المرحله كيما راكم تشوفوا هاوليك تقللنا مليح يعني البصل مع البواكاسي. عندي هنا ريتلا ونص تاع الماء راح نمرق بها هاوليك، هادي ريتلا ونص. ودوك نزيد بوغ لو مومون نزيد تانيك نص ريتلا، يسمى نمرق بزوج ريتلات. راني حاولت ندير لكم الكيل، راني نشوف هكذا هكاك مازالها مخصوصة. نزيد نص ريتلة واحدة أخرى، هذا بالنسبة للمبتدئات لي البواكاسي تاعهم يجيهم، كاين اللي يجيهم يعني خاطر بزاف، كاين اللي بوتيتخ يجيهم ماية. راني زدت نص ريتلة، فوالا هذا هو الكيل. دوك واش ندير؟ نغلق عليها ونخليها تطيب، نخلي البواكاسي تاعي يطيب يغلي يطيب بعقله. اللي ما عندهاش الوقت تغلق ساكوكوت. هنايا البواكاسي تاعي راهو اللي كيطيب، وهنا عندي هاد الكميه كيما كنتو تشوفوا كميه صغيره تاع الفيونداشي باش ندير هادي بيتيت بولات نطلقهم في المرقه بعد ما نرحيها، يجي فريمون هايل. وهاد المرحله فاكولتاتيف يعني تقدروا ديروها تقدروا تنحوها، هادي برك تزيد له يعني فيتامين وتزيد له يعني بنه. المهم واش ندير له؟ ندير له شويه معدنوس كيما كنتو تشوفوا، شوية تاع لاشابلوغ. لاشابلوغ هنا باش تعطيني طراوة برك الفيونداشي تاعي وتزكيها لي شوية. ندير لها شوية فلفل الكحل هنا هكذا هكذا، وندير بيان سور شوية تاع الملح، قطرة زيت. على بالكم بلي الزيت كي ديروه في فيونداشي قطرة ماشي بزاف، يعطينا طراوة الفيونداشي تاعنا. ونخلط بهذه الطريقة هكذا، ونبداو نكورو نديرو بولات صغيورين هكذا تاع المتحاحين كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا هاوليك فيونداشي تاعي، يعني درتهم دي بوتيت بولات هكذايا. دوكا كي طيب البواكاسي تاعنا نوريكم كيفاش نتعاملو مع هاد لي بولات.
فوالا هنايا كي شفت البوكاسي تاعنا راهو لي كطاب وداب كامله، دوك نروح نحيه بالميكسر. هنايا فوالا كي حيت البوكاسي تاعي رحيتو بالميكسر، دوكاتي كنحط فيه هذوك البيونداشي اللي وجدناها كيف كيف، ونخلي البيونداشي ديالي طيب، ما حاش تدي وقت كبير، يسمى طيب الخف، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. هاوليك البوكاسي تاعنا راهوليك واجد، شوفوا مع لي بول تاع البيونداشي يجي فريمون هايل، يجي ما خاطر بزاف، شوفوا لا تيكستور تاعو ما خاطر بزاف، ما يجي يعني مايه ليسونسييل، يجي بنين فريمون، الطبع ديالو البصل والمعدنوس وعصره تاع قارص. وقلت لكم البيونداشي تقدروا تستغناو عليها يعني، بصح كي ديروها يعني فريمون تجي بنينه. هذه يا خواتاتي اليوم راني درت معكم الحساء تاع البواكاسي، لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو ثاني وصفات بزاف بالبواكاسي. هذه يا خواتاتي ان شاء الله على فيديو هذه تلقاكم كامله مهنيين، ونقول لكم كامله دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.